في منكر القدر يعني الكفر الأكبر المخرج من الملة، من ينكر القضاء والقدر كفر أكبر، أنكر ركن من أركان الإيمان. في الحديث هنا تنبيهات، منها أن الشبه إذا وقعت صعب أن تخرج إلا إن شاء الله، صح؟ قال فحدثني بشيء، أول بدعة، أول البدعة ظهورا بدعة القدرية، تسمع كلمة واحدة تعلق لديك لا تخرج، هذه مشكلة. ولهذا كان بعض السلف الأئمة إذا مر برجل من أهل الباطل يضع أصبعين في الأذنين، يقول اسمع مني كلمة، يقول ولا نصف كلمة. والبعض كان يقول امسك الشمس، يعني لو استطعت أن تمسك الشمس أسمع منك، أنا لا أسمع. كيف نطالع يا إخواننا الباطل؟ القضاء والقدر له مراتب أربع: علم وكتابة ومشيئة وخلق. تؤمن وتحسن الظن في الله تعالى. قال فحدثني بشيء جاء للأول والثاني والثالث، كل واحد يذكر له ماذا؟ علاج الشبهة. هو يذكر الشبهة، وهؤلاء الثلاثة يعالج الشبهة بماذا؟ بأن يسند الكلام إلى الكتاب والسنة. إذا دفع الشبهة ما يكون بالاستهزاء وباللعب لا، يكون بماذا؟ بالكتاب والسنة. وهو دخلت عنده الشبهة، هو لا يريد الشبهة، قال فحدثني بشيء وما أنكر القضاء والقدر. نعم.